النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. المناصير للزيوت والمحروقات. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. مجمع الملك الحسين للأعمال. مشاهدينا، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم آخر التحديثات الجوية. نبدأ بصور الأقمار الاصطناعية الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب، والتي تشير إلى بدء دخول الجبهة الماطرة إلى سماء المملكة. كما نلاحظ هناك كميات كثيفة من السحب الممطرة والرعدية تتحرك من المناطق الشرقية للبحر الأبيض المتوسط إلى داخل المناطق الشمالية والوسطى من المملكة. هناك هطول لأمطار غزيرة في أغلب هذه المناطق، ومترافقة مع حدوث العواصف الرعدية وتساقط لزخات البرد في بعض الأنحاء. في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة ما زالت تلك المناطق لا تشهد أي هطولات هامة تذكر. هناك رياح قوية في تلك المناطق وبعض الأتربة المثارة بمشيئة الله تعالى. خرائط المحاكاة الحاسوبية لتوقعات الأمطار تشير إلى دخول هذه الجبهة الماطرة إلى سماء المناطق الشمالية والوسطى من المملكة كما نلاحظ. ومن المتوقع اشتداد هذه الأمطار خلال الساعات القادمة، وتكون أمطار غزيرة وتتسبب في جريان الأودية والسيول وارتفاع منسوب المياه حتى في بعض المناطق. خلال ساعات هذه الليلة تستمر هذه الأمطار بالهطول، تمتد بعض الزخات المحلية من الأمطار إلى المناطق الجنوبية من المملكة، كما ولا يستبعد أن تكون هناك أيضا زخات من الثلوج بين الحين والآخر فوق المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية في جبال الشرع. نهار يوم غدا يتوقع بمشيئة الله تعالى أن تشتد الأمطار بشكل لافت في عموم المناطق الوسطى من المملكة، مع بقاء الأمطار هاطلة بمشيئة الله سواء في المنطقتين الشمالية أو الجنوبية. لأن التركيز الأكبر لهذه الأمطار يتوقع أن تشمل العاصمة عمان وعموم المناطق الوسطى. يتوقع أن تكون هناك أمطار غزيرة وكثيفة في ساعات نهار يوم غد الخميس بمشيئة الله تعالى. خلال أيضا ساعات ما بعد الظهر تستمر هذه الأمطار بالهطول سواء في المنطقتين الشمالية والوسطى وأجزاء من المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية. مع دخولنا في ساعات الليل يتوقع بمشيئة الله تعالى تساقط الثلوج فوق جبال الشراء وتراكمها، خاصة في مناطق جبال الشراء في المنطقة أو محافظة الطفيلة في منطقتي الرشادية والقدسية، ووصول إلى مناطق مثل الشوبك والمناطق المرتفعة ما بين محافظة الطفيلة وأيضا أجزاء من محافظة معان. ليلة الخميس على الجمعة يتوقع أن يكون هناك أيضا استمرارية لهذه الأمطار الغزيرة في المنطقتين الشمالية والوسطى من المملكة، وتكون هناك أيضا أمطار في المنطقة الجنوبية لأنها تكون على شكل تساقط ثلجي فوق المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية. تمتد أيضا الأمطار نحو المناطق الشرقية من المملكة في ساعات ليلة الخميس على الجمعة. صباح يوم الجمعة تستمر الأمطار بالهطول في أغلب المناطق لأنها تكون على شكل ثلوج متراكمة فوق المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية، وبعض الأمطار المخلوطة في الثلوج في أغلب وباقي المرتفعات الجبلية بمشيئة الله تعالى. بالنسبة للأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة، أجواء باردة غائمة وماطرة بغزارة في المنطقتين الشمالية والوسطى من المملكة. تترافق هذه الأمطار مع حدوث الرعد وتساقط لزخات من البرد. تنخفض درجات الحرارة الصغرى هذه الليلة في العاصمة عمان إلى حوالي 4 درجات مئوية، وتكون الملموسة تقريبا حوالي 3 درجات مئوية تحت الصفر. ومن المتوقع كما ذكرنا سابقا أن تمتد زخات محلية من الأمطار نحو المناطق الجنوبية من المملكة، تكون على شكل زخات ثلجية فوق المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية من المملكة. الأحوال الجوية متوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة. بالنسبة لغدا الخميس، أجواء ماطرة بغزارة في أغلب المناطق لكنها تكون بشكل خاص في المناطق الوسطى. تكون الأمطار مخروطة بالثلوج في العديد من المرتفعات الجبلية. تكون العظمى في العاصمة عمان فقط 5 درجات مئوية، في حين تكون الصغرى ليلة الخميس على الجمعة إلى 4 درجات، وقد تهبط إلى ما دون ذلك خاصة فوق مرتفعات العاصمة.
كما ذكرنا غدا عصرا ومساء وفي ساعات ليلة الخميس على الجمعة تتساقط الثلوج وتتراكم بمشيئة الله تعالى فوق المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية من المملكة، كما ولا يستبعد أن تكون هناك بعض الزخات الثلجية في باقي المرتفعات الجبلية العالية في المملكة بما فيها أعالي العاصمة عمان فجر يوم الجمعة. يوم الجمعة وبالرغم من وجود تساقط الثلوج في ساعات الصباح فوق المناطق الجنوبية وتساقط لبعض الزخات الثلجية في ساعات الفجر في باقي مرتفعات المملكة العالية، إلا أن هناك تراجع تدريجي في الحالة الجوية خلال ساعات النهار مع بقاء الفرصة مهيئة لهطول زخات من الأمطار والبرد. درجة الحرارة العظمى في العاصمة عمان 7 درجات مئوية، تتراجع بشكل لافت الحالة الجوية ليلة الجمعة على السبت ويميل الطقس للاستقرار حيث تهبط الحرارة إلى 3 درجات مئوية ليلا مع تشكل للضباب، ويستقر الطقس يوم السبت مع درجات حرارة باردة ومنخفضة وأجواء غائمة جزئيا بوجه عام. إذا ملخص الأحوال الجوية في المملكة خلال الساعات القادمة، تأثر المملكة حاليا بمنخفض جوي يصنف بأنه من الدرجة الثالثة، من المتوقع بمشيئة الله تعالى أن يتزايد تأثيره خلال الساعات القليلة القادمة، من المتوقع بمشيئة الله تعالى أن يكون هناك تساقط للأمطار بشكل غزير مع البرد في أغلب المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، كما يتوقع أن يكون تساقط للثلوج فوق جبال الشرى سواء على شكل زخات هذه الليلة ليلة الأربعاء الخميس أو تساقط ثلجي مع حدوث بعض التراكمات ليلة الخميس على الجمعة. قبل الختام هناك نذكر بالتوصيات التي نود أن نطلقها خلال فترة تأثير هذا المنخفض الجوي. في الدرجة الأولى الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة التي تزايد استخدامها خلال هذه الفترة نتيجة انخفاض درجات الحرارة. الأمر الآخر هو من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية إما بسبب غزارة الهطول أحيانا أو بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض، والأمر الآخر وهو الانتباه من خطر حدوث الانزلاقات على الطرق بسبب تساقط زخات البرد أو تساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية العالية سيما الجنوبية مرتفعات الشرى. هذا كان كل ما لدينا حتى اللحظة في طقس العرب، تابعونا عبر المنصات المختلفة للمزيد من التحديثات خلال تأثير هذا المنخفض الجوي. إلى اللقاء.